ازيكم يا شباب؟ النهارده جايين نحكي عن قصه سبايدر بانك. لازم تعرف كام حاجه قبل ما نبدا كده. اول حاجه ان النسخه دي من سبايدر مان عايشه في عالم مجنون، كل اللي فيه بيحبوا موسيقى الميتال العاليه فشخ، واعتقد ده باين من شكله. تاني حاجه، النسخه دي ملهاش قصص كتير، واللي قدامك ده لمحه من العالم بتاعه، لاننا ما نعرفش حاجه عن ماضيه. بس كده قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك، لان اللايك بيدعم وبيساعد جدا، وتعمل سبسكرايب لو لسه اول مره في القناه، وتفعل جرس التنبيهات لو حبيت القصه وحابب المحتوى. ويلا بينا. في الارض 138 بيندفع واحد بمنتهى القوة على الارض في احدى الاحياء الفقيرة، اكن حد كسر عظم وشه، وهنا بيظهر سبايدر مان اللي بيقف قدامه بعصاية بيسبول وبيقول: انا عندي قانونين بس يا ثاندر بوليك، اتنين بس، لا آلهة ولا اسياد، وانت اعلنت نفسك سيد الرعد، ودي غلطة كبيرة اوي ارتكبتها في منطقتي. ثاندر بوليك بيرد منهكا: انا ثور، استمد قوتي من الاب الاعلى اودن، مين انت عشان تكلمني؟ وقبل ما بيكمل كلامه سبايدر بانك بيدوس على ايده بيكسرها، وبيكمل: وانا بستمد قوتي من عنكبوت في مقلب زبالة، ده مش بيخليني ابدا ان يدوس على البشر. بصوا للناس اللي مش فاهمة مين ثاندر بوليك ده، فده كان واحد من الناس اللي حصلوا على قوة ثور وشال مطرقته، وهو كان مجرد عامل بشري عادي وخدع باقي ثور في الكوميكس، بس ما كملش كتير بالقوة دي. المهم انه هنا بعد ما رجع تاني بشري وما عندوش اي قوة خارقة. نرجع لك قصتنا. سبايدر مان بيوطي وبيسند على عصاية البيسبول بتاعته وبيكمل: انا عارف اني مقدرش اشيل مطرقتك الغبية، بس لو جيت منطقتي تاني هعيد حدث راجناروك وهكسر عظم وشك، فاهم ولا محتاج ابعت الرسالة بطريقة تانية؟ قبل ما بيكمل كلامه بتنزل رعدية بنفسجية من السماء على جسم ساندر بوليك، بتصعقه وبتفحم جسمه بالكامل لدرجة ان مش بيتبقى غير هيكله العظمي. هنا سبايدر مان بيبص وراه وهو متفاجئ وبيقول: كده برضو اعتقد الرسالة وصلت، بس المفروض تكون مين يا صديقي؟ بنشوف قدامنا كينج المدمر طاير في السماء وايده بتشاحب طاقة مهولة، واقف قدام سبايدر بانك وبيقول له: انا المستقبل، جيت عشان اعقد معاك صفقة يا سبايدي. سبايدر بانك بيرد: لا انت جيت عشان اكسر سنانك، لو ما عرفتنيش انت عايز ايه بالظبط. كانج بيبدأ كلامه بيقول: انا جاي من المستقبل من سنة 2099، في المستقبل بمتلك شركة سينمائية ضخمة اسمها كانجو، الشركة دي بتمتلك حقوق كل الابطال في عصرك، بعمل من شخصياتكو كرتون وافلام ومسلسلات واحيانا كوميكس، بس للأسف الكوميكس مش جايبة همها في المبيعات. سبايدر بانك بيقطعه: انت حولتني لشخصية خيالية؟ كانج بيرد وهو بيضحك: ومش بس كده، انا حولتك لشخصية بيعشقها الملايين حوالين العالم، صديق الاطفال وافلامك مفضلة للعائلات، انت بقرة بتدخل لي فلوس. سبايدر مان بيقطعه: انا هقتلك على اللي عملته ده، انت شوهت اسمي. كانج بيضحك وبيقول بغرور: انت محتاج طاقة نووية عشان تقتلني. خلينا في المهم، انا جاي عشان اخدك معايا للمستقبل، تخيل الارباح اللي هحصل عليها لما اوري للناس سبايدر مان الحقيقي. سبايدر بانك بيرد: انت واني جيش بالظبط هيجبرني اجي معاك؟ كانج بيشاور بايديه وبيقول: جيشي انا. بتتفتح بوابه زمنيه من المستقبل وبيخرج منها مئات من العرايس الاليه الصغيره على شكل سبايدر مان، كلهم بيندفعوا عليه بقوه وهم بيصرخوا: اخدعوا سبايدر مان، فلتحيا الراسماليه، فلتحيا الراسماليه. سبايدر بانك بيهجم عليهم بعصايه البيسبول، بيطيح منهم على قد ما يقدر، بس للاسف الالات عددها كبير جدا، كلهم بيحاصروه وبينطوا عليه في نفس الوقت وبيدفنوه وسط كومه كبيره من اجسامهم المعدنيه. هنا سبايدر بانك مش بيبقى قادر يقاوم، زيه بيتقطع بالكامل. كانج بيبص له وبيضحك: المعاناه، الناس بتعشق معاناتك يا فتى، طول ما انت تحت القناع ده بيشجعوك، بيهتفوا لأجلك، بيحبوا تمردك، بس مش عايزينك تتمرد زيادة عن اللزوم عشان ما تخرجهمش من منطقتهم الآمنة، تحسسهم بالذنب انك بتعاني طول الوقت ده. الآلات دي هتحجم قوتك واندفاعك، هتهدي شوية من غضبك وهتمسك لسانك، هتعمل تغيير كامل وجزئي في شخصيتك عشان لما ترجع معايا المستقبل تقدر تطلع لي أرباح زي العبد المطيع وانت ساكت. سبايدر مان بيصرخ بكلمات غير مفهومة لأنه مش قادر ياخد نفسه من الآلات المحاصرة. كانج بيرد عليه ساخرا: كنت بتقول ايه؟ أصل مش قادر أسمع صوتك من ضعفك. سبايدر بانك بيقاوم بكل قوته، بيقدر يفلت من الآلات في اللحظة الأخيرة، بيبتدي يتسلق الجدران وبيهرب من المكان بأقصى سرعته. بعديها بيتصل بكابتن أناركي، نسخة كابتن أمريكا في العالم ده، وبيعرف مكانه. بيوصل لموقع كابتن أناركي بيلاقيه مشغول بالقتال مع حشرات زاحفة متطورة تشبه البشر، بتهجم عليه بمجموعة من الآلات الموسيقية الصاخبة. كابتن أناركي بيصد هجوم واحد من الحشرات بدرعه وبيدمر الجيتار بتاعه بالكامل،
كامل. هنا بيوصل سبايدر بانك، بيعمل هجوم مفاجئ وبيخضع 2 من الحشرات. بيبص الكابتن أناريكي وبيقول له مبسوط اني شفتك يا كارل. بعديها بيحكي له كل اللي حصل وبيكمل، انت متخيل كينج حولني لشخصية خيالية، سماني سبايدر بانك، سبايدر بانك بحق الجحيم. كابتن أناريكي بيرد، خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي، جبت حد يساعدنا في القتال ده؟ سبايدر بانك بيرد، نوعا ما، اتقل 3 ثواني بالظبط هتلاقيهم ظهروا. وفعلا بيظهر جيش كامل من آلات كينج المدمرة، الحشرات بتهجم عليهم بدون وعي. وأثناء قتالهم كابتن أناريكي بيبص لسبايدر بانك بغيظ وبيقول هم دول اللي انت جايبهم يساعدونا؟ سبايدر بانك بيرد، الموضوع معقد. ها معاك الشريط؟ كابتن أناريكي بيطلع من جيبه شريط وبيقول انت متأكد من ده يا هوبي؟ انت عارف انه اعتزل، ما بقاش جزء من العالم بتاعنا ده. سبايدر بانك بيرد، عارف، بس انا محتاج قنبلة ذرية دلوقتي. قبل ما يسلم كابتن أناريكي سبايدر بانك الشريط، بيظهر واحد من آلات كينج اللي بيندفع بجسمه على كابتن أناريكي وبيحدف الشريط من ايده. سبايدر بانك بسرعة بيطلق شباكه على الشريط قبل ما يقع في فم واحد من الحشرات ويكسره بسنانه. الشريط بيلتصق بشباكه وسبايدر بانك بيجري فوق رؤوس الحشرات المزدحمة حواليه قبل ما الحشرة تبلع الشريط. بيوصل للحشرة وبيفتح بقه بايده وبيشد الشريط بقوة من سنانه وهو بيصرخ سيبه أيها الحقير، سيبه وإلا. فعلا بيقدر ينتزع الشريط من بق الحشرة، وهنا بيظهر كينج في وسط المكان عن طريق بوابة آنية وبيقول سبايدر بانك كانت مطاردة لطيفة بس دي نهاية الطريق، استسلم لقدرك الآن وارجع معي لتدخل لشركتي أرباح كثيرة. هنا سبايدر بانك بيوجه كلامه لكابتن أناريكي وبيقول له أنا مش فاهم هو عايز مني إيه، خلي بالك لا يحاول يخطفك أنت كمان. كانج بيبص لكابتن أناريكي مصدوم، أوه كار مورجن ساو، انا مبسوط اني لقيتك بس انا مش محتاجك انت في حاجة، انت بطل مش بتحقق لي اي ارباح. كابتن أناريكي بيرد، اوه ازيت مشاعري بكلامك ده. بعديها بيبص لسبايدر بانك وبيقول له يهرب هو ويستخدم الشريط بسرعة، وهو يحاول يشغل كينج على قد ما يقدر ويشتري له وقت. سبايدر بيقول له اديني 5 دقايق بس، 5 دقايق واهرب من المكان قبل ما كينج يقضي عليك، بالتوفيق يا اخي. بيسيب كابتن أناريكي مشغول بالقتال مع كينج اللي بيطلق عليه قذائف حارقة وبيستخدم شباكه وبيبتدي يتسلق الجدران هربا من المكان. بينط على قطر بيجري بمنتهى السرعة وبيقف فوق سقف القطر عشان ياخده لوجهته. أول ما بيوصل للمكان اللي هو عايزه بيفرش شباكه وبيتسلق مبنى مرتفع في حي مهجور لغاية ما بيوصل للسطح. على السطح بيشوف واحد قاعد على كرسي بيسمع موسيقى وبيقرا كتاب. بيفاجئه من وراه وبيخبط على كتفه، الشخص ده بيتفزع وبيبص لسبايدر بانك وبيقول له عايز ايه يا هوبي؟ ايه اللي جابك هنا؟ سبايدر بانك بيرد، محتاجك في خدمة يا روبي، خدمة مش هتعجبك نهائي، وبيوريله الشريط اللي خده من كابتن أناريكي. روبي بيتغاظ وبيحدف الشريط من ايده بقوة وهو بيصرخ مستحيل مستحيل اعمل كده، انا سبت العالم ده كله خلاص يا هوبي، انت فاهم الجنون المعارك، انا اكتفيت من كل ده. هنا سبايدر بانك بيقلع قناعه وبيرد، انا واقف قدام حيطة سد يا روبي، انت كنت جنبي انا وكابتن أناريكي واحنا بنحارب الغزو الفضائي، كنت معايا انا ودكتور سترينج واحنا بننقذ الكون من وهم الملكات، كنت معايا واحنا بنحارب هايدرا، دايما كنت بقدر اعتمد عليك يا روبي. روبي بيرد، انت دايما كده بتعرف تستغل الجانب الحنين مني، بتصيح دايما بشعارات الحرية ضد اي حد يستغلك او يستعبدك، فاكر كلامك لا آلهة ولا اسياد، ولا الكلام ده ما ينطبقش غير عليك انت بس. سبايدر بانك بيرد، انا جاي اطلب مساعدتك كصديق مش عشان ننقذ المدينة مش عشان العالم، انت عندك القوة توقف كينج المدمر. روبي بيرد، للأسف يا صديقي مع القوة الكبيرة بتأتي مسؤولية اكبر، مش ده كان كلامك برضو؟ هما الاتنين بيبصوا لبعض بغضب. سبايدر بانك بيلبس قناعه وبيقف على حافة السطح وبيقول حسنا ما تساعدنيش، خليك بعيد، خليك متخاذل زي ما انت، شكرا على ولا حاجة. بيوصل كينج المدمر للمكان بيكشر عن انيابه وبيبص لسبايدر مان ساخرا، خلاص كفاية كده، مش شايف ان طريقك خلاص اتسد والمفروض تيجي معايا بهدوء؟ سبايدر بانك بيبص له عينيه مليانه تصميم وغل وبيقول هدوء، انا عمري ما عملت حاجه في حياتي بهدوء. كينج بيبدا يطلق عليه قذائف حارقه من اسلحته المتطوره، سبايدر بانك بيتفاداها، المعركه بتشتد وكينج بيستهزئ بسبايدر بانك. هنا روبي بيحط الشريط اللي اداهوله سبايدر مان في الكاسيت، بيشغل الموسيقى، عينيه بتتحول للون الاخضر والعروق بتظهر في جمجمته ولونها بيتغير. كينج بيقول لسبايدي انا هحولك لعلامه تجاريه يا فتى، اسمع الكلام تعالى معايا بهدوء. وهنا بينزل هالك بمنتهى القوة على كينج المدمر، بيدمر بيه الأرض بالكامل وبيسبب زلزال بيهز أرجاء المكان، وهو بيقول بكامل غضبه اسمه سبايدر مان، لا تؤذي أصدقائي. كينج بيفقد توازنه ومش بيبقى عارف يتصرف، بيوجه هجمات بائسة على هالك، بيطلق عليه أشعته الحارقة
هالك بيصدها بايده وبيقرب منه وغضبه بيشتد، قوته بتزيد، بيمسك كانج من رجله وبيبتدي يحدفه على الحيطة، بيحطم بيه الجدار وبعدها على الأرض، بيلعب بيه زي العروسة وبيهبط جسمه في الأرض مرة ورا التانية ورا التالتة وهو بيصرخ بغضب لدرجة ان صوته بيغطي أرجاء المدينة كلها وبيدب الخوف في كل اللي بيسمعه. كانج بتخور قواه، مش بيبقى قادر يتحرك، بيسقط على الأرض وجسمه كله متهشم. بيقرب سبايدر مان من كانج بعد ما اتهزم وقناعه اتكسر وبيقوله عندي فضول اعرف اشمعنى انا، ليه مش كابتن اناركي؟ كانج بيرد بصوت خافت ونبرات منهكة، كابتن اناركي شخصيته ومبادئه غير مربحين بالنسبة لي، بس اكتر حاجة مخلياني مش عايزه انه مات عجوز وطخين ومحدش فاكره، اني احوله لعلامة تجارية ده مجهود بلا طائل. اما انت يا هوبي فانت اتقتلت وانت في شبابك زي اي نجم مشهور مات في عز امجاده، اقدر احولك انت لعلامة تجارية تحقق ارباح مهولة، الموضوع لسه ما انتهاش يا هوبي وصدقني المرة الجاية مش هرحمك. بيشغل آلة الزمن بتاعته بيختفي من المكان. سبايدر بانك بيبص لهالك وبيقوله اوه ما كانتش مفاجأة، طول عمري عارف اني هموت وانا صغير مع كل اللي بيحصل لي ده، بالذات مع اللي بيحصل مع مولانز وعيلته صيادين نسخ سبايدر مان. هالك بيرد هالك مش فاهم حاجة. سبايدر بانك بيرد لا ده موضوع كبير، شكرا على المساعدة يا صديقي. الاتنين بيهزروا مع بعض وبتنتهي قصة سبايدر بانك. على كده يا اخوانا قول لي ايه رأيك في النسخة دي، عجبتك ولا لا، ورشح لي قصص اكتر في الكومنتات، وكالعادة ما تنساش تعمل لايك لان اللايك بيدعم وبيساعد جدا، وتعمل سبسكرايب لو لسه اول مرة في القناة، وتفعل جرس التنبيهات لو حبيت القصة وحابب المحتوى. وبيس.